السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى نهاركم يكون بخير على خير. اليوم وصفه جديده، وصفه اقتصاديه سهله، كتجي مقرمشه سهله في الطياب ديالها، ما تحتاج بزاف المقادير، اللي هي بيتزا بالطون. نتمنى تنال اعجابكم وبقوا معايا ان شاء الله تشوفوا مراحل التحضير ديالها. نبداو على بركة الله. المقادير ديالنا كيف كتشوفوا معايا، المقادير جد سهلة وبسيطة، موجودة في اي بيت. يعني ما كنحتاجوش بزاف باش نديرو بيتزا ونفرحوا عائلاتنا ونتفرحوا الوليدات ان شاء الله. بالنسبة للمقادير غنبداو بهنايا، عندي ثلاثة الكيسان ديال كاس الطحين، عاد الكاس كبير او كاس قيمة الشاي، قيمة كأس الشاي ديال العنبة، يعني عندي هنا أربعة الكيسان. هانتوما غتشوفو معايا كيف غندير هاد الطريقة ديال ثلاثة الكيسان هنايا ديال الطحين على كأس الشاي. نص كاس ديال زيت الزيتون، نص كاس ديال الماء دافي. إن شاء الله غنخلط فيه هاد معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية. كيف كتشوفو معايا أنا درت البودر هنا، بغيتو تستعملو الخميرة الفورية الثانية راه كتعرفوها راه ممكن. عفوا، عندي هنايا معلقة صغيرة ديال السنيدة، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال الحليب المجفف أي حليب غبرة. هاد الكاس اللي عندي هنا ديال الماء اللي هو غنخلط به إن شاء الله هاد العجين. ندوز إن شاء الله طبقة ديال الحشو أو باش نزينو البيتزا ديالنا. كيف كتشوفوا معايا عندي هنايا زيت العود اللي ان شاء الله غنشحروا فيه البصله، زيت الزيتون، عندي هنايا الشومبينيو او الفطر المعلب، عندي هنا طون حتى هو المعلب باكيه صغيره، عندي هنايا الزيتون اسود مقطع اطراف على هذا الشكل، عندي هنايا مطيشه انا شديتها سلقتها مع كاس ديال الماء وطحنتها، ها هي. اللي ما عندوش الوقت يستعمل المطيشه المصبره اللي كتعرفوها كتجي سوائل في باكيات. هذه في حاله لما عندكمش الوقت، عندكم الوقت ديروا الطريقه اللي درت انايا. عندي هنايا الفلفله، درت هنا نص فلفله خضراء مع نص فلفله حمراء، لما كانش الحمراء ماشي مشكل استعملوا غير الخضراء. عندي هنايا البصله كبيره مشلضه كيف كتشوفوا هكا مقطعه صغار، عندي هنايا الموزاريلا مع الفخوماج احمر حكيتهم في حكاكه رقيقه اي ما يعادل تقريبا 80 غرام. عندي الملحه والبزار اللي غنشحر فيهم هذيك البصله ديالنا. عندي هنايا قوام بيتزا اي عطريه بيتزا راه موجوده عند العطاره كاملين هاد الساعه. قوام بيتزا المعروف كيختصر عليكم شحال من عطريه كتستعملوا هذه كتهناو. كيف كتشوفوا معايا المقادير ديالي كامله، يعني ما تحتاجوش بزاف باش ديروا بيتزا العشيوه خفيفه او عشيه فحال هكا. اتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه البيتزا، وبقاو معايا في مرحله ديال التطبيق. على بركه الله غنخويو داك كاس الشاي ديال الدقيق كيف كتشوفوا معايا، غنديرو معلقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره ديال حليب مجفف حليب غبره، معلقه صغيره ديال سكر سنيده، كيف قلت لكم في مرحله ديال المقادير هذيك الخميره درناها في نص كاس دافي مع ملعقة صغيرة ديال الخميرة الفورية. غنبداو نخلطو في ديك العناصر حتى يمتزجو لينا. نضيف دابا شوية الماء من بعد ما جمعنا دوك العناصر الأولى. من بعد ما خلطنا
العجين ديالنا غيصبح على هذا الشكل كيف قلت لكم قبل. راه الدقيق وزيت الزيتون بقاو غنضيفهم ان شاء الله في المرحله الثانيه. بالنسبه لهذا العجين غيبقى 10 دقائق غنغطيوه حتى تفاعل لنا هذيك الخميره، وفي هذا الاثناء غنمشي انا نشحر البصله ديالي ونرجعوا ان شاء الله للعجين. غنبداو نشحروا البصله ديالنا كيف كتشوفوا، غندير ما يعادل معلقه كبيرة ديال زيت الزيتون، البصلة اللي قبل شحرتها قبل قطعتها عفوا، ندير في هاد اللحظة قيسة الملح باش كتعرفو باقي غنديرو الفرماج الأحمر هو مقلينا الملوح. غنضيف كوان بيتزا كيف كتشوفوا معايا، هذا هو اللي قلت لكم راه موجود عند العطاره، في كل شيء، الزعتر، الزعتر، ورق سيدنا موسى، كيجي رائع فيها وكيعطي واحد المذاق شكل ثاني في البيتزا ديالنا. وغنخلي هذا البصله تشحر لينا، شحرينا مزيان مع ديك العطريه كيف كتشوفوا. انا هادشي اللي كنضيف الملح والبزار، وهذا ما كنديرش سكنجبير وتحميره، وكاين اللي كيفضلهم، انا الاحسن هكا باش كتبقى ناتشي شويه. من بعد ما ارتاحت لينا 10 دقائق كنعريوها باش نضيفوا بقيه العناصر اللي بقاو. كنضيفوا داك نص كاس ديال زيت الزيتون كيف كتشوفوا معايا، عاد غنضيف هذيك الجبانيه اللي سبق درت لكم فيها ثلاثه ديال الكيسان كيس الشاي، قيمه كيس الشاي اي العنبه مع العناصر ديالنا، وغنبقاو على هذا الشكل حتى تجمع لينا العجين ديالنا. كيف كتشوفوا معايا هاي العجينه ديالي، كي انا راه خرجت ليا جوج بحال هذا الشكل. انا غنوريكم دابا غير الشونتيو الاول، المهم كيفاش تخدموا كيفاش صبح ليا هذا، والثاني ان شاء الله انا غنخدم ان شاء الله من بعد. بالنسبه للعجين كيف كتشوفوا، ها هو الشكل ديال هاد العجينه. انا خديت قالب هكا داير، نتوما تاخذوا القالب اللي غيناسبكم. انا نبرسها قبل شويه هنا باش تجيني سهله، هي كتجي خفيفه ما تتحتاجش ما تتعذبكمش لا في عجينه لا في تكراس لا في حتى شي حاجه. دابا غنحط لاصوص ديالي اللي قلت لكم قبل، ها هو شي نهار ان شاء الله نشارككم الطريقه انا كي كندير لي باش كيجي على الطريقه بحال ديال كي داك المطيشه السائله اللي كتبع في الباكيات، غنشارك معكم ان شاء الله شي نهار، حيت باقي ان شاء الله نخدمو وصفات اخرين بهذا لاصوص. من بعد ما وزعنا مطيشه ديالنا على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، غناخذ البصله اللي شحرت قبيله مع زيت الزيتون، بعد غنضيف الفلفله ديالي الخضراء حمراء، عندي الشامبينيو هنا المصبر، كاين اللي كيبغي هذا المصبر كاين اللي كيبغي الطري، كل واحد كيبقى ليه الاختيار. انا كنفضل الطري، مي حاليا مي ما متوفرش قلنا نخدمو بهذا الشامبينيو المعلب. ناخذ الطوم، انا خديت طوم العلبة الصغيرة، ان شاء الله باقي نشاركوا معكم بيتزا بحشوات اخرين. بدينا ان شاء الله بهذه الاقتصاديه، وان شاء الله من بعد غنديروا بيتزا اخرين اللي تنال اعجابكم، حيت كيبقاو اذواق، كاين اللي ما كتعجبوش هذه ديال الطون، كاين اللي كتعجبو ديال الحوت، كاين اللي كتعجبو ديال الخضر. حنا ان شاء الله نحاولوا كل مره نديروا شكل جديد.
ونقدروا ان شاء الله نوعو حتى في العجينه، حيت عندي عده عجينه ديال البيتزا اللي ممكن ان شاء الله نشاركها معكم. غنديروا في هذه اللحظه الزيت الاسود اللي قلت لكم ها هو مقطع دوائر، غنضيف دابا الموزاريلا ديالي مع فرماج روج حتى هي بحال هذا الشكل. نحاول نوزن الجوانب كامل. بحال هذا الشكل حنا غادي نتفننوا فيها. كتبقى اخر لمسه اللي هي هذيك العطريه ديال البيتزا اللي سبق قلت لكم راه كتباع حاليا عند العطار وكتباع كل شيء. ها هي اللي كندير في الاخير، كنديرو هاكا من الفوق كيف كتشوفوا. ها هي البيتزا ديالي الشكل ديالها النهائي من بعد ما زوقتها، كيف كتشوفوا كامله بالالوان ومقادير بسيطه متوفره في اي بيت. غندخل البيتزا ديالي الفران ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله في مرحله ديال التقديم. كيف كتشوفوا معايا البنات ها هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا. سهله كيف كيف شفتوا معايا في الفيديو، ما فيهاش بزاف ديال ما فيهاش بزاف المقادير، سهله التحضير. كتجي مقرمشه بنينه، ما نعاودش لكم مع هذيك العطريه اللي درت فيها، كتجي المذاق ديالها رائع. وتمنى تجربوها تنتو معايا وما تبخلوش علينا بلي لايك. وإلا عجبينكم الفيديو ديالنا ما تبخلوش علينا بلي كومونتير وتابونوا معنا مع تفعيل الجرس. تهلاو لي فروسكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة ونهار جديد. الله يعاونكم.